فرح نحكي هلأ عن أول مركب من عائلة الـ S inhibitors اللي هو pyrindopril arginine. هو الاسم العلمي، والاسم التجاري اللي بنباع بالصيدليات اسم الدواء كفرسل. تمام، فرح نحكي عن الكفرسل. الكفرسل هو الاسم التجاري commercial name للمادة العلمية pyrindopril arginine. نيجي نحكي على الدوز اللي هي العيار. في له 3 عيارات، 2.5 ملغرام بيكون لون حباته أبيض، 5 ملغرام بيكون لون حباته لايت جرين، و10 ملغرام بيكون لون حباته أخضر. طب متى لازم ناخد الكفرسل؟ بفور ميل قبل الأكل. طيب هلأ في شوفوا من السايد افكتس، من الآثار الجانبية للكفرسل إنه بسبب ديزينس، يعني بسبب دوخة. ففي إنه بيحكوا إنه الكفرسل ناخده قبل ما ننام فبسبب دوخة فبتنامي فورا. في كمان إذا الشخص ما شعر بالديزينس بصير ياخده باليوم مرة قبل الفطور بنص ساعة تقريبا. تمام، هلأ مين الناس اللي ما لازم تاخد الكفرسل؟ اللي هم pregnant woman، المرأة الحامل، breastfeeding woman، المرأة المرضعة، كمان الناس اللي بتعاني من الانجيوديما. ايش هي الانجيوديما؟ الانجيوديما هي a severe allergic reaction، يعني حالة تحسس شديدة تتمثل بإيش؟ بانتفاخ بمنطقة الوجه، بمنطقة اللسان، بمنطقة اللبس وهكذا. تمام، وأصلا من السايد افكتس، من الآثار الجانبية للكفرسل انجيوديما. هلأ زي ما بتعرفوا كل دواء له بيكون في سايد افكتس، آثار جانبية. تقريبا كل شخص من ضمن 10 أشخاص ممكن يطلع لهم سايد افكتس للدواء هذا للكفرسل. فمن ضمن السايد افكتس الانجيوديما. فإذا واحد أصلا معاه انجيوديما، بيعاني من انجيوديما وأخذ فوقيها اس انهبيترز، فبصير معاه سيفير انجيوديما. فعشان هيك ما بصير ناخد الكفرسل للناس اللي معهم انجيوديما. تاني سايد افكت اللي هي الكف، الأحة. ثالث سايد افكت الديزينس زي ما حكينا، الدوخة، الهيدك، وجع بالرأس، والفيجن ديستربنس اللي هو تشوش بالرؤية. تمام، رح نحكي عن other information about the pyrindopril arginine. First, pyrindopril starts to work within a few hours to reduce the high blood pressure. يعني هلأ احنا قلنا في pyrindopril arginine في إلها وظيفتين، يا إما إنها تعالج الهاي بلود بريشر، يا إما إنها تعالج الهارت فيلير. طيب إذا احنا أخذنا pyrindopril arginine بهدف إنه بدنا تعالج الهاي بلود بريشر، فهي الإفكت تبعت pyrindopril arginine يعني رح تشتغل بسرعة، يعني تقريبا خلال ساعات رح يكون الضغط الدم نزل. تمام، هلأ بس إذا إحنا استخدمنا البيرندوبلر أرجينين للهارت فيلير، للسكتة القلبية، هذا الإشي، هذا العلاج ممكن ياخد منا أسابيع، ممكن ياخد منا حتى أشهر عبين ما تحس حالك منيح من ناحية الهارت فيلير. تاني إشي، في يوز تانية للبيرندوبلر أرجينين اللي هي إنها بتعالج الديابيتك نيوروباثي. تعالوا نحكي شوي عن الديابيتك نيوروباثي. هلأ بتعرفوا الديابيتيس اللي هم مرضى السكري. هلأ مرضى السكري بتعرفوا إنه بيكون عندهم السكر عالي وبيكون عندهم الأنسولين واطي. هلأ في علاقة عكسية بين السكر وبين الأنسولين، كل ما كان السكر عالي كل ما كان الأنسولين واطي. تمام، فبمرضى السكري بيكون السكر كتير عالي وما بيكون عندهم انسولين، فهذا نوع من انواع انه ممكن يعمل خلل بالاعصاب، بالاعصاب تبعت الرجلين للمرضى السكري. فديابيتك نيوروباثي زي ما حكينا often damage nerves in your legs and feet، فهذا سببه انه كمية السكر العالية ممكن تعمل تسبب بدمار أو خلل بالأعصاب الموجودة بجسمنا، وهذا ممكن يسبب لنا ديابيتك نيوروباثي. طيب نيجي نحكي anybody have a kidney failure they must not take Coversil. هلأ kidney failure يعني بمصطلح الأطباء لما بيحكوا الكلية بتفلس، يعني الكلية إيش أساساً وظيفتها؟ وظيفتها إنها تنقي الدم من الأوساخ والفضلات والمواد التوكسيك اللي هي المواد السامة وترد ترجع لنا إياه، صح؟ تمام، فالكدني فيلير معناها إنه الكدني، الكلية بتبطل تقدر تعمل تنقي الدم من الفضلات ومن التوكسيك
برودكت، فبصير في عندنا كيدني فيلير، فعندنا وقتها الكليه بتفلس او انه بتبطل تشتغل زي ما كانت تشتغل من قبل، فوقتها احنا ما بصير ناخذ الكفر سيل. تمام؟ فاي anybody have a kidney failure they must not take cover cell. اخر اشي البرندوبلر ارجينين بتسبب فتيج، فتيج معناها تعب، weakness ضعف وهكذا. ويعطيكم الف عافية وشكرا لحسن استماعكم، وان شاء الله انكم تكونوا استفدتم.